سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي فقال خلقه القرآن. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أدبه فقال أدبني ربي فأحسن تأديبي. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخيل فقال من سمع اسمي ولم يصلي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. زدت صلاة وتسليما وتشريفا عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. آية بينات في كتاب الله يقرأها علينا قارئ مريء مصر العربية وقارئ الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي وقاضي قسم سيدي شبل بمدينة الشهداء ونقيب قراء محافظة المنوفية فضيلة الشيخ قطر أحمد مصطفى القارئ والمقيم بالكميشة مركز تلا بمحافظة المنوفية. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فارجعون.
كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نعم أجر العاملين. نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. الذين صبروا الذين صبروا على ربهم يتوكلون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فإياي فاعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Oh,
فإن ياي فاعبدون كل نفس الذين صبروا الذين صبروا
Come on.
كمان خمسة كمان خمسة. فأني Yeah.
لا يقول
فسوف يعلمون فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرمنا فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا
رقم التليفون